أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية بالعناوين. البدري يعلن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون. تأهيل لسليمان ومعلول وعودة سعد سمير الأسبوع المقبل. وعالميا صلاح يؤكد على علاقته القوية بمورينيو. بكم مجددا والى التفاصيل. اعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن قائمة مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس والمؤجلة من الاسبوع السادس من مسابقة الدوري، وضمت القائمة 21 لاعبا وهم حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي وعلي لطفي، والدفاع باسم علي ومحمد هاني، محمد نجيب، صبري رحيل، احمد فتحي ومحمد عبد المنعم، ووسط الملعب عمرو السولية، هشام محمد، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وميدو جابر، واسلام محارب، وكريم ندفد، والهجوم جونيور اجاييه، وليد ازارو، صلاح محسن، باكا، واحمد ياسر ريان. خاض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم، وغادر سليمان ملعب التتشي بالجزيرة قبل بدء التدريبات الجماعية بعد انتهائهما من أداء البرنامج المحدد لهما. وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري. ينتظم سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة المقاولون العرب الثانية والمحدد لها الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز. ويغيب سعد سمير عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة المقصة بالدوري. خرج علي معلول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في مباراة المقاولون غدا الخميس، ويعاني معلول من الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة الاتحاد وخرج على أثرها من المباراة. ويواصل مدافع الأهلي أداء تدريباته التأهيلية للشفاء من الإصابة ويخضع لفحص طبي مستمر قبل اللحاق بمباريات الفريق القادمة.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لبطولة الدوري العام. وعقد البدري جلسة مع الفريق قبل المران من أجل مطالبتهم بمواصلة الانتصارات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك وطمنا على تدريبات النهاردة. مساء الخير يا آية، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. النهاردة هو التدريب الرئيسي والأساسي ليلة المباراة عن فريق النادي الأهلي، خلاص يمكن دخل معسكر مولى عقب المران مباشرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب. ويمكن من الظروف الغير طبيعية في مسابقة الدوري إن الأهلي هيلعب مع فريق واحد في أقل من حوالي 90 ساعة مباراتين في نفس المسابقة المحلية، يمكن ده ظرف ما حصلش من أكثر من حوالي من 30 40 سنة في مسابقة الدوري العام. لكن حسب المباريات المؤجلة، هي آخر مباراة مؤجلة لفريق النادي الأهلي أمام فريق النادي المقاولون العرب. المباراة تقام على استاد بيت سبورت، وبالتالي الجهاز الفني النهاردة كان ليه استعداد خاص من خلال التدريب اللي بدأ الأول بمحاضرة فيديو استمرت حوالي 30 دقيقة، كان من خلالها عرض أهم اللقطات والهايلايت والإحصاء الفني الخاص بفريق المقاولون العرب. وحضر هذه المحاضرة كل اللاعبين المعنيين بدخول للقائمة في هذه المباراة. لكن أثناء محاضرة الفيديو كان وليد سليمان وعلي معلول خرجوا من المران، كانوا بيعملوا تدريبات تأهيلية داخل الجيم لكن خرجوا أثناء المحاضرة وما كملوش، طبعا لأن هو في تدريب تأهيلي خلال المرحلة الحالية نتيجة غيابهم عن مباراة المقاولين نتيجة الإصابة. اللاعبين نزلت تعرضية الملعب وكان مران بدني خفيف لأن ليلة المباراة الجهاز الفني تحديدا ما بيحاولش إن هو يعمل تدريب بدني شاق عشان ما يكونش فيه حمل بدني زائد أو تدريب بدني يتعرض اللاعبين لإجهاد أو حالة إصابة. التدريب كان عبارة عن تقسيمة كان فيها فقرة لتناقل يعني نقل الكرة باليد، فقرة ترفيهية للاعبين على ملعب مختار التيتش، ثم ختم المران بتسديد على الضربات الثابتة. كان فيه فترة خاصة لتسديد الضربات الثابتة على الحراس، ويمكن كابتن حسام اختار 8 لعيبه للمشاركه في هذا التدريب، احمد فتحي وطارق الجنوب افريقي، عبد الله سعيد، صلاح محسن، محمد شريف، صبر رحيل، ميدو جابر، احمد حمودي. وكان تدريب يعني تخصصي جدا في التسديد على الضربات الثابته، وان كل لاعب ازاي يؤدي هذا المران بشكل جيد، خاصه ان هي احدى الحلول الفنيه اللي ممكن الجهاز الفني يعتمد عليها في المباريات في المرحله القادمه. الفريق النهارده اتمرن على نص الملعب، ان في نص الملعب الاخر في عمليه اصلاحات دوريه بيشهدها ملعب مختار التيتش بالجزيره في هذه الفتره، خاصه مع التقلبات الجويه الارضيه الملعب تحديدا محتاجه معامله وعيانه عنايه خاصه من المسؤولين عن زراعه الملعب هنا في مقر نادي الجزيره. بعد المران على طول كابتن حسام اختار القائمه، اختار 21 لاعب، وبكره ان شاء الله هيستبعد ثلاثه من القائمه النهائيه عشان يبقى في 18 لعيب. لكن بالتاكيد على في خيارات ثانيه لكابتن حسام النهارده تابعناها من خلال التمرين في مساله اختيارات الخط الدفاع، عارفين اصابه سعد سمير وبالتاكيد اصابه ايمن اشرف هيبقى في حلول فنيه بتواجد محمد هاني ومحمد نجيب في خط الظهر، اصابه علي معلول وبالتالي ما فيش غير صابر رحيل للتواجد في الظهير الايسر. مساله الجبهه اليوم لسه هيتضح بقى بكره في التشكيل الاساسي مين هيبدا، هل باسم علي ولا احمد فتحي، في ظل ان كمان حسام عاشور عاد للقائمه فبالتالي يتواجد بنسبه كبيره في وسط الارتكاز بجوار عمرو السوليه. لكن يعني بشكل عام هي الفريق يعني اتمرن بتدريب جيد جدا، الجهاز الفني استعد لمباراه المقاولين استعداد جيد جدا، وثم منذ لحظات تغادر الفريق مقر التيتش هنا في الجزيره وتوجه الى احدى الفنادق القريبه من ملعب المباراه للدخول في معسكر. وبعدها بالضبط يمكن بعد ساعتين من الان هيكون في محاضره فيديو اخيره للكابتن حسام داخل فندق الاقامه. يا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.